شخصية غنية متعددة الجوانب، شاعرة وكاتبة وقاصة، وامرأة مؤثرة في مجتمعها، وأستاذة جامعية وصحفية حازت على تقدير عميق من كل أدباء ومفكري العالم العربي. هذه هي بكلمات كوليت خوري، ابنة الوزير سهيل خوري وحفيدة الزعيم والمفكر والسياسي الكبير فارس بك الخوري. ولدت في دمشق وربيت في منزل الوالدين، وتنشقت منذ نعومة الأظافر رائحة الكتب والمجلات والصحف التي كانت من أهم مفروشات بيتها وبيت جدها وبيت خالها. فقد كان جدها مفكرا وأديبا، وخالها الصحفي حبيب كحالي صاحب مجلة المضحك المبكي، وكان والدها من عشاق الأدب بشكل عام والمقالة بشكل خاص. كان أول عهدها بالعلم عندما أرسلها ذووها إلى مدرسة راهبات البيزنسون للبنات في باب توما في دمشق. بعدها انتقلت إلى مدرسة اللاييك، حيث بدأت عندئذ بكتابة الشعر. وحين أنهت دروسها الثانوية وتخرجت في العام 1952، دخلت الجامعة اليسوعية لدراسة الحقوق. وبعد عامين من دراستها تركت الجامعة لتتزوج من محام شاب من أعرق العائلات الإسبانية، هو الكونت دو سياس، وأنجبت منه ابنة أسمتها نارا، ثم انفصلت عنه وعاشت الابنة في كنفها وكنف عائلتها. بعد سنوات عاودت تحصيلها الجامعي وحازت على دراسات عليا في الأدب الفرنسي. وبعد تخرجها مارست تدريس الأدب الفرنسي المقارن والترجمة في الجامعة. حين بدأت تكتب وتنشر في لبنان وسوريا كانت توقع باسم كوليت سهيل، حفاظاً على بعض الشكليات، وكان والدها وجدها أول من شجعها في انطلاقتها الأدبية والاجتماعية. عام 1959 أصدرت كتابها الثاني الذي اعتبر أشهر كتبها، وكانت له ضجة، وكان لصاحبته شهرة، وهو كتاب أيام معه، ثم كتاب ليلة واحدة، وأنا والمدى، ومر الصيف، أيام مع الأيام، الأيام المضيئة، أوراق فارس الخوري، العيد الذهبي للجلاء، طويلة قصصي القصيرة، امرأة. دخلت الندوة النيابية عن محافظة دمشق خلال دورتي عام 1992 و1996، وكانت في مجلس الشعب الصوت الصارخ الذي لا يهادن ولا يتراجع عن قول الحقيقة. ولكوليت خوري علاقات مع رجال الفكر والأدب والمعرفة والصحافة في سوريا والعالم العربي، إضافة إلى صداقات كثيرة مع رجال السياسة والقرار والمجتمع. أما منزلها في دمشق فقد غدا ملتقا للأدباء والشعراء من كل الأقطار العربية، وغدا محجا وموطئ قدم للباحث.